إذا رأيتم أن المحتوى هاتف وينتفع به الناس فالمرجو تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. الأصل الذي كانت عليه الأمة هو أنها كانت تسير بالقرآن الكريم نحو الله عز وجل من خلال التدبر، كما نذكر دائما إذا كان التفسير هو السياج الذي يحمي الفهم من الزيغ، كمثال السياج الذي يوضع على جنبات الطريق إذا كانت الطريق وعرة، فالتفسير هو ذلك السياج الذي يحميك من الزيغ فلا ترد بك دابتك المهالك، لكن سيرك إلى الله عز وجل هذا يقطع بالقلوب على خلاف المسافات التي تقطع بالأرجل وتقطع بالدواب وتقطع بالآلات. السير إلى الله يسير يكون بالقلوب، ولا يسير القلب إلى الله عز وجل إلا من خلال بوابة التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب نقفلها؟ فهذا القلب إنما يسير إلى الله عز وجل كما ذكرنا بالتدبر. فإذا كان العبد لا يتدبر القرآن فكيف يتصور نفسه أنه سائر إلى الله؟ وش فعلا يرى من نفسه أنه سائر إلى الله وهو ولا يتدبر كلام الله عز وجل، في حين أن الصدر الأول من أهل هذا الدين كانوا يسيرون إلى الله من خلال بوابة التدبر، وكلنا صغيرنا وكبيرنا يحفظ كيف أن الصحابة كانوا يقولون كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنأخذ منه 5 آيات وفي رواية 10 آيات فنحفظها ونتعلمها ونتعلم ما فيها ونعمل بما تعلمنا فأوتينا العلم والعمل معا. في الحديث الآخر أوتينا الإيمان قبل القرآن ثم أوتينا القرآن فازددنا به إيمانا، أي قرآن هذا الذي يزيد إيمانك إذا لم يكن فيه التدبر؟ وإلا قد نجد من بعض الناس، كلمة علماء شوية كبير على هذا الصنف هذا اللي غادي نتحدث عليه، نجد بعض الناس متبحرا في فنون التفسير لكن لعلك تجده من أخبث خلق الله، بل تجده يجتهد في الصناعة الفقهية حتى يبدل دين الناس ودين الله عز وجل ويحل الحرام أو يحرم الحلال. وما الأحداث الأخيرة عنكم ببعيد، لا داعي للدخول في التفاصيل، بل أنت تلقاه من حيث التفسير بحر، يعني توقف لي على الآية يقول لك كذا وقيل فيها كذا وقيل فيها كذا، وقد يأتيك بالشاذ من التفسير الذي لم تظن نفسك أن أحدا قال به ويأتي به ويقول لك وهذا أيضا قد قيل في كذا وكذا، لكن القلب مقفل عن السير إلى الله عز وجل. نرجع للأصل، فين كاين المشكل؟ تفسير الفسر عن معاني الكلمات وعن معاني الإجمالية للآيات هذا حاضر، لكن أن يحمل هذا القرآن قلب هذا الشخص سيرا إلى الله عز وجل هنا الخلل، هذا لا يمكن أن يزال إلا من خلال بوابة التدبر. القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري.